اما هلا بننتقل لمحطتنا التاليه. صحيح نور، كنا عم نحكي تحت الهواء انه اليوم رح نحكي هيك حديث شوي مقرب من الناس وشاشات البيت. بنعرف كل الناس بتجتمع برمضان على شاشة التلفزيون لحتى تتابع الدراما الموسم الرمضاني، كل سنة بيشغل بالنا من قبل ما رمضان يهل علينا، حتى الآن صار عادة ملازمة للكل انه نتابع مسلسلات الدراما. الدراما السورية خلال هذا العام كيف كانت؟ كيف الأصداء؟ طبعا الشارع السوري له آراءه، النقاد لهم آراءهم، أيضا الوسط الفني له آراءه، وساحة أخرى أيضا اليوم صار ينظر لآراءها بشكل واضح واللي هي ساحة مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. اللي بيكون في عليها كثير من التحليلات والتفسيرات سواء اختلفنا أو اتفقنا معها. فاليوم رح نحكي عن الدراما. أكيد سلمى، والدراما السورية لها حصة كثير كبيرة بقلبنا، يمكن هي مساحة الترفيه والتسلية لإلنا خلال شهر رمضان المبارك ضمن الظروف الاقتصادية والضغوطات اليومية اللي عم نعيش. والجميل اليوم لما تنتقدي دراما بتعطي مساحة، يعني نحن لما بلش شهر رمضان المبارك ثالث يوم أو رابع يوم بلشت العالم تعطي رأيها، لا نحن عم نحكي بالعشر الأخير من شهر رمضان المبارك، يعني أكثر من 20 يوم، فصارت يعني الرؤية واضحة أكثر. الأعمال الدرامية حاضرة بقوة، النجوم السوريين ضمن الإمكانيات موجودة، قدموا فعليا أعمال وأداء رائع، بنوجه لهم تحية فردا فردا لكل فنان سوري أو فني سوري اليوم عم يشتغل ضمن ظروف صعبة بالبلد استثنائية. لنحكي عن الدراما السورية هي السنة بشهر رمضان المبارك مع ضيفنا العزيز الصحفي وائل عدس المختص في الشأن الفني. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك بعد زمان. رمضان كريم. رمضان كريم. سعد صباحك. سعد نقول بقى كلامك بخير إجا العيد. صباح زمان. صحيح. رمضان صحيح. ركض ما شاء الله. يسعد صباحك وائل، يعني الزميل الصحفي وائل والمهتم والمختص بالشأن الثقافي والشأن الفني. اليوم فينا نقول إنه رح أحكي شوي أكثر بصراحة، بعد 20 يوم أو 21 يوم من شهر رمضان المبارك صار فينا نقول كيف عم تقرأ حالياً بالوسط الصحفي ما يقال عن الدراما السورية، ونبلش شوي موسم السنة موسم حافل من الأعمال الاجتماعية والدرامية وغير من الأعمال، حتى الأعمال المشتركة أيضاً السورية. تماماً. هلا انا امبارح كنت هيك بجوله سريعه على بعض التطبيقات الالكترونيه والمنصات، باعتبار الكهرباء ما عم تساعدنا، فالمشاهدين اغلبهم عم يتجهوا باتجاه المنصات على الانترنت. صحيح. عم شوف امبارح انا منصات خليجيه بصراحه، وفتت شفت انه كل الآن السوريه المعروضه على هذه المنصات تحتل المراكز الاولى. صحيح. يعني امبارح عم شوف على ابرز منصه بالوطن العربي مسلسلين سوريين اول ثاني، منصه اخرى اماراتيه عم شوف مسلسل سوري يحتل الصداره، اذا كالعاده الدراما السوريه تحصل على اعلى نسب مشاهده في الوطن العربي من المحيط الى الخليج. هالسنه قل عدد الاعمال بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه. صحيح. يعني بتعرفوا مسلسلات بكلف مليارات. صحيح. الليرات. قل العدد نوعا ما ولكن النوعية ارتفعت. يعني نحن عم نشوف خلال سنوات الحرب تدريجيا دراما السورية تستعيد عافيتها، عم نشوف هالسنة نوعا ما وصلت تألقت وصلت إلى أعلى درجات التميز خلال سنوات الحرب. وصراحة ما في بلد بيعيش حرب 12 سنة قادر على إنتاج هذا الكم من المسلسلات. صحيح. كتير راهنوا على بين قوسين سقوط الدراما السورية، ولكن الدراما السورية أثبتت أنها دراما قوية مبنية على أسس متينة تمرض ولكن لا تموت. والدليل عم نشوف هاي السنة نجاح عدد كبير من المسلسلات بمختلف الأنواع وخاصة المسلسلات الشامية على غير عادتها هالسنة. هذا اللي بدي أسألك عنه. عم يضربطها. صحيح. هذا بدي أسألك عنه. هلأ بيكبروا القلب كل الأعمال الدرامية والعاملين فيها إن كان نجوم ولا فنانين، لأنه بيعطوك مساحة فعلياً إنه نحن فعلياً ضمن ظروف صعبة اقتصادية معيشية إمكانيات حتى بالتنقل وطريقة التواصل عم يقدموا شيء كثير مهم على مستوى ناس متقدم لها كل شيء، يعني عم تحكي عن دول عندها كل الإمكانيات العالمية العالية. بس لما نقول البيئة الشامية، يعني نحن عصرنا نقول ما لنا خلق محضر شامي، بيجي عمال بيفض حاله عليك. صحيح. هيك تحضر مشهد صغير بتقول لا بدي تابع. اليوم عم نشوف البيئة الشامية حاضرة هي السنة بشكل كثير كبير. صحيح. عم نحكي عن حارة القبة، زقاق الجن، هلا العربجي فينا نقول حدوته شعبية، يعني لكن ضمن إطار البيئة الشامية لا تندرج بشكل كبير. تمام. بس عم نشوفها حاضرة بقوة حتى عبر المحطات العربية. أكيد. اليوم مثل في كل سنة الأعمال الشامية تحصد العدد الأكبر بعدد القنوات العارضة. هاي السنة تختلف الدراما السورية عن كل سنة،
بعيدا عن الزعمات والعقداء عقيد وخناجر والقصص المعتادة في البيئة الشامية، عم نشوف هي حكايات اجتماعية متخيلة مفترضة تصلح لأي زمان ومكان، يعني فيك تشيليها من إطار البيئة الشامية، ممكن تعرضيها كمسلسل اجتماعي معاصر تختلف بس البيئة يعني فقط. فهي السنة لا، عم نشوف انه في حكايات محبوكة بطريقة عن جد، يعني أنا تحية لكل كتابنا يعني يعطيهم ألف عافية. عم شوفي ضخامة بالإنتاج، هي الضخامة خلال السنوات السابقة ما كانت موجودة. عم شوف إنتاجيا أعمال على مستوى مبحبحين إيدهم شوي، والله مش شوي كثير كثير، بس هذا الشيء رجع لأنه شفنا إنه عم ينعرضوا على كبرى القنوات العربية، حتى القنوات اللي قاطعت الدراما السورية خلال 12 سنة هي السنة صح عرضت دراما السورية، لأنه بالنهاية المشاهد العربي ما له غنى عن الدراما السورية صح. حتى المصوتين كإعلانات، نحن إذا بنشوف مسلسل سوري على أكبر قناة بدون ما أذكر أسماء، على أكبر قناة بتشوفي إنه أعلى نسب الإعلان هي ضمن المسلسل السوري، رغم فارق الإمكانيات الكبير والكبير جدا 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 بين الدراما السورية والدراما اللبنانية والمصرية والخليجية، ما يدفع للدرامات الأخرى أضعاف مضاعفة مما يدفع في الدراما السورية. ما في مقارنة. شوفي أجر الممثل السوري خارجيا هو 10 أضعاف، والله لا أبالغ، 10 أضعاف ما يتقاضاه ضمن الدراما السورية. ورغم هيك عم نشوف إنه بيحكي رد عن البيئة الشامية هالسنة، استقطبت عدد كبير جدا أهم النجوم من نجوم الدراما السورية، على رأسهم سلوم حداد، عباس النوري، باسم ياخور، شكرا مرتج، أمل عرفة، سوزان نجم الدين للمرة الأولى، صفاء سلطان، يعني عم نشوف نجوم كثير كبار كانوا بعيدين عن هذا النوع نوعا ما، يعني مثل سوزان نجم الدين المرة الأولى ترتدي العباءة الشامية بمربى العز، بس انه انت تقدري تحتضني كل هذا العدد الكبير من الممثلين ضمن هي نوعية من الأعمال، انا بشوفه انه انجاز كثير كبير. نسيت أمل عرفة، انا آسف اذا نسيت أسماء، بس لأنه الأسماء كثيرة هالسنة عم نشوفها ضمن هي البيئة. ليش تصدرت البيئة الشامية؟ عم نشوف تراجع بالأعمال الاجتماعية، بعض الأعمال ما نعرف لأسباب، منها مسلسل كانون اللي ما انتهى من التصوير، ومال الأبان، مال الأبان أيضا تأخر بالتصوير من كم يوم كمان انتهى التصوير، مع أنه يعني شفنا تجربة، يعني التجربة العربية في كتير مسلسلات انعملت السنة 15 يوم، يعني كان في عنا أول 15 يوم رمضان لمسلسل واختاروا صناع عمل، مثلا هي بالدراما العربية شفناها وبالمصرية بالذات انه ينزلوا بثاني 15 يوم بمسلسل اخر، الحدوتة القصيرة عم نشوفها برا رمضان اكثر من جوا رمضان، يعني هي السنة كانت اول مرة ينعرض هذا النوع من الاعمال الدرامية اللي هي الحدوتة 15 يوم او 8 حلقات او 10 حلقات، مثل واخيرا مثلا هو كان عمل مشترك، هو هذا المسلسل بالاصل مكتوب على اساس انه هو 15 حلقة، صحيح. ما فيك عمل مكتوب على اساس 30 حلقة يضغط ليصبح 15 حلقة، خسارة كثير كبيرة لشركات الإنتاج. بس احنا عندنا مشكلة دائمة انه شركات الإنتاج تتأخر في التصوير، يعني تخيلي مثلا من يومين انتهى تصوير خريف عمر، مسلسل المخرجة رشا شربتجي مربى العز، اليوم آخر يوم تصوير، أربع أعمال كان زنت الى الان زال يصور، يعني احنا دائما متاخرين، دائما راقدين للحه، على فكره الكل مو بس نحن، يعني حتى نحن اكثر، هي ظاهره عنا اكثر، على السوشيال ميديا عم نشوف بعض الممثلين العرب ايضا عم بينزلوا كواليس لاعمالهم لساتها مستمره. بشكل عام هذا الشيء غلط، يعني على مبدا بصير العمل سلوى مثل ما بيقولوا، يعني ما تكون مضطرين، خذوا وقتكم انتاجيا ترتاح، الممثل بيرتاح اكثر ليعطي اداء افضل. بس رغم هيك هلا الحمد لله يعني عم نقدر نلحق، لانه هذا بسبب احراج الحلقه عم تعرض وانت بنفس الوقت عم تصور، لازم تصور تمنتج وفورا تبعث، لازم تكون بنفس السويه، يعني اللي قدمتها ما في وقت للتفكير ابدا، فورا صور فورا للقنوات، القنوات ما بتقدر تستنى انه العمل خلص على الهواء. طيب خلينا نحكي معك وائل عن الاعمال الدراميه اللي بتشوفها فعليا هامه هي السنه، يعني ذكرت انه فعليا اغلب الاعمال السوريه هي اذا فينا نسميها ضمن التسميات هلا الدارجه تريند او هي النمبر 1 على المنصات العربيه والعالميه،
انه اللي بيستوقفك انت كصحفي وانت اساسا صلت عمر وسنوات بالشأن بس كثير كبير يعني طويل يعني شوي شوي سنوات تمام خلينا نحكي شو المهم هاي السنه. خلينا اول شيء نستبعد الاعمال الكوميديه لانه نحن عندنا مشكله على ما يبدو بالمسلسلات الكوميديه الكوميديا السوريه يعني ما في نص حتى انتاجيا عندنا مشكله فيها. بعتقد الكوميديا السوريه بحاجه الى اعاده هيكله لانه نحن بالزمن الذهبي للدراما السوريه بنلاحظ انه الاعمال الكوميديه كانت دائما تتصدر وين على خمس نجوم جميل وهنا الاعمال اللي تصدق لها النجم الكبير ايمن زيدان ضيعة ضايعة يمكن ضيعة ضايعة هي يمكن ضيعة او يمكن بعد مسلسل ضيعة ضايعة عكسنا اعمال ناجحه 100% تماما يعني. فالكوميديا السوريه بصراحه نوعا ما قلت نوعا وكما استبعدتهم هدول المسلسلات. اعمال البيئه الشاميه انا يعني انا بقول اربع من اصل خمس اعمال بصراحه كانوا على مستويه عاليه جدا. مثل باب الحاره، باب الحاره بصراحه في يعني تدني بالمستوى ويعني تدني رهيب لا يصنف للاسف يعني بصراحه. وانا كنت مع ايقاف هذا المسلسل وهو كان مسلسل شعبي، ولكن هالسنه عم نشوف انه قنوات العرض قنوات محدوده، اذا حتى المشاهد او القنوات العرض لم تعد تطلب خاصه بغياب نجوم المسلسل الاصليين بين قوسين الاصليين عباس النوري صباح الجزائري وائل شرف ميلاد يوسف وبقيه مصطفى الخان وبقيه النجوم محمد الجراش وكلام مرتجع تمام. فنحن عم نشوف حتى انتاجيا النص القصه نوعية الممثلين مع احترامي طبعا الشديد للممثلين الموجودين حاليا، ولكن المشاهد اعتاد على ممثلين محددين. ما فيك انت فجأة تجي تنس في كل ما بني بعشر اجزاء لتبدأي عمل مسلسل اخر انا كنت مع هذا المسلسل يسمى غير باب الحارة ونقول انه هذا عمل جديد لا علاقة له بباب الحارة وممكن يحقق نجاح كثير كبير صحيح. ولكن ما دام اسمه باب الحارة فهذا الشيء عم يعطي انطباع سلبي فورا انه احنا صرنا الجزء 13 باب الحارة ليس لديه اي جديد يقدمه للمشاهد، نفس الحكاية تكرار بالسيناريو صراع ما في بصراحة تكرار فظيع يعني. بالمقابل عم نشوف اربع مسلسلات شامية قوية جدا، مرب العز، العربجي، إزقاء الجن والجزء الثالث من حارة الإبل. لافت انه الجزء الثالث من حارة الإبل رغم انه صار الجزء الثالث ولكن ما زال يحصد النجاح، ليش؟ لانه هذا العام بالاصل مكتوب على انه خمس اجزاء، لم يعتمد على نجاح جزء والاتكاء عليه لانتاج جزء جديد، لا هي الحكايه بالاصل خمس اجزاء. بقيه الاعمال قلت لك عليهم ثلاث اعمال فعلا ملفتين للنظر عم يحققوا نجاحات كثير كبيره. شوي بقى بنروح هيك باتجاه الاعمال الاجتماعيه، عم نشوف مسلسل الزند عسر الدنيا صحيح. النجم الكبير تيم حسن عودته للدراما السوريه كانت عوده محموده جدا، غياب 12 سنه وانشغاله بالدراما العربيه هالسنه عم نشوف عم يرجع معه هالنجاح الكثير كبير اللي عم يحققه. وتحيه لكل كادر العمل بصراحه، عم نشوف عمل يعني للمخرج سامر برقاوي طبعا اكيد تحيه لكل كادر الفني اكيد. هذا الشيء صحي جدا يعني عم نشوف نجوم جداد يعني المميز الحقيقه بالزند انه مو بس شخصيه تيم هي الشخصيه البارزه بالاداء وان كان هو وجوده طاغي بالعمل جميع لكن الممثلين. كل الممثلين حتى الوجوه الجديده تمام. عم نحضر تمثيل حقيقي عم نشوف شخصيه بس هذا الحدث مو بس بالزند صدقيني بكل المسلسلات بنشوف بمربى العز وبالزند اكثر شيء استقطابا للمواهب الشابه يعني المواهب الشابه عم تأدي بطولات مثل نجوم الصف الاول عم ينجحوا الدراما السوريه ولاده يعني مثل كل سنه بس انه انت تخرجي هذا الكم الكبير من النجوم الشباب اضافه الى اعاده نجم بحجم تيم حسن الى الدراما السوريه هذا الشيء كثير مهم. اتامل من كل نجومنا يرجعوا للدراما، الدراما هي الدراما السوريه هي اللي نجحتهم هي اللي منحتهم الشهره وبالنهايه هذا بيتهم يعني ان شاء الله يعني الحمد لله بنشوف انتاجات اكيد اكيد. بس بحكي كمان عمل مقابله مع السيد ادم تاخر الجزء الثاني سنتين ولكن شفنا بالجزء الثاني كمان عم يقدر يحقق نجاح بنسبه عاليه نجاح كثير كبير هو على التطبيق اللي عم ينعرض عم يحتل المرتبه الاولى عمل بوليسي باطار التشويق والاثاره كمان حافظ على نجاحه يعني نوعا ما بين قوسين هالدراما السوريه ان شاء الله استعادت مكانتها ان شاء الله اكيد. بالختام حابب تضيف شيء ما حكيت والله حابب هيك اول شيء اعيط لهم يعني بعد اسبوع ان شاء الله لعيب لا وانتم بخير والدراما السوريه كمان ان شاء الله تضل بخير بكل ما تملك من فنيين وفنانين ومخرجين وكتاب
ومنتجين ايضا. كل عام وبلدنا ان شاء الله بالف خير، قائدنا بالف خير، شنا بالف خير، السوريين جميعا ان شاء الله بالف خير. شكرا لك، ونحن بنكون سعيدين بوجود حضرتك معنا لانك انت صحفي من الوسط بتحب تضيء دائما عن النقاط المضيئه من دون ما ننقد نقد بغير محله، بالعكس للنقد. نحن دائما نتشارك وجهات النظر معك. شكرا كثير لكم الاخباريه، اكيد بيت الثاني. اكيد نتشكرك، نتمنى لك التوفيق، وكمان نرجع بالختام نوجه تحيه لكل الفنانين السوريين والفنيين السوريين، كل الكوادر اللي كانت موجوده على الارض عم تقدم اعمال فعليا مثل ما قلت على مستوى عالي اليوم، فمشكورين على هذا المجهود الكبير، يعطيك الف عافيه. شكرا شكرا. شكرا لك. ما هلا نقول رح نروح لمساحتنا التاليه، واقامت منظمه طلائع البعث مؤتمرها السنوي ضمن